نخبه من الوجوه النيره اللي تعودنا عليهم وشفناهم من ايام زمان، وحاولوا يسعدوا ابناء الشمال بكل ما بيقدموه من خدمات ومساعدات. ومنرحب بالاستاذ محمد خضر عبد العزيز حدره اللي اتى قادما، رئيس اتحاد ابناء عكار اللي اتى من ملبون ليجتمع بهالوجود وهالحلوه ويتجمعوا، وان شاء الله يصير في اتفاق بين اتحاد الشمال وعكار، لانه عكار والشمال وطرابلس كلنا واحد، لحتى نكون ايد بايد لحتى نقدم كل شيء خير لبلدنا لبنان ان شاء الله. تفضل. احكي. عرفتي على سيستوني؟ ممكن نائب الرئيس الوقت الحاضر. اول واهلا بكل اهلي عكار وفرصه سعيده نتعرف عليك. اهلا فيكم، انا شرفت بالنيابه عن الرئيس حاج حسين مرحبا الموجود اليوم بالعمره، قال قالوا لي سلاماته، وعندنا امين السر حاج خلدون كمان ببريزدنسي قالت هيك، خلوا زول هون عبد الرحمن شيخ الشباب والحاج علي خلدون، وهون المسؤول الاعلامي وسيد طوني الوطن. مرحب فيك، اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله ان شاء الله نحن قريبا بس يرجع الحاج من السفر باذن الله باول اجتماع نطرح ايش بصير هون، وبركي ان شاء الله بنعمل توأم نزوركم بملبن وندعيكم لهون بما في مصلحة الشمال كله سوا ولبنان. اهلا وسهلا فيك وشكرا لك يا استاذ نبيل. الكلمة للاستاذ محمد خضر عبد العزيز حدارة رئيس اتحاد عكار ابناء عكار اللي شرفنا بحضوره من ملبن الى سيدني. طبعا نحن كلنا استراليا المحبة من اجل خدمة كمان. اول شيء شكرا لك ست نزيها، عفوا نبيها بنت العم نبيها حداره، الله يبارك فيكي. وانا بتشكركم على الدعوه الحلوه جميعا بدون استثناء، وبتمنى انه ان شاء الله نتعامل مع بعض بامور كثير ان شاء الله، من المساعدات الخيريه من الطبيه والغذائيه وكل شيء بيختص بالعمل الخير، نحن جاهزين ان شاء الله. وفي موضوع كثير مهم بدنا نحكي فيه ان شاء الله هو الانتخابات، انتخابات النيابية اللي جاي هلأ صارت بأيار، أجلوها من أدار لأيار، وإلي الشرف أنا والمجموعتي نتعامل معكم نحط إيدنا بإيدكم ونشتغل إن شاء الله سوا لمصلحة البلد. وأنا بشكركم على حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال، الله يبارك فيكم جميعا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لا لا شو تحكي، انا ما لي دعوه، انا ما لي دعوه، انا وراء تحكي محمد. احنا بدنا نرحب بآل حدارة قبل كل شيء، هالعائله العريقه الكريمه اللي نفتخر فيها ان هي من اصل لبناني. ثاني شيء بدنا نرحب كمان بالسيد محمد كرئيس لاتحاد ابناء عكار، وابناء عكار اللي هن اخواتنا واحبابنا كمان بنفتخر فيهم، بنفتخر باقدامهم على التبرعات والمساعدات اللي عم يقدموها، فعلا مساعدات كريمه كثير، وما فينا نقول شيء بهالصدد هذا الا الله يعطيهم العافيه وكتر خيرهم والله يزيدهم من نعيمه. وبنفس الوقت احنا بدنا نقول كمان كاتحاد ابناء الشمال، احنا عملنا شيء اسمه اتحاد ابناء الشمال لحتى نلغي كلمة ابن عكار وابن المنية وابن، احنا كلياتنا ابناء الشمال، يعني احنا كلياتنا لبنانيين بالنهاية، وان شاء الله ان شاء الله بنعمل اتحاد ابناء لبنان، لانه بالنهاية الهدف سامي ونبيل، واحنا قلبنا على اهلنا بلبنان، يعني الكل بيعرف شو عم بيصير، وعم نقدر نساعد بقدر الامكان. وان شاء الله احنا بنقول بنكون عم نقدر نوصل للناس المستحقين، لانه في ناس منهم مستحقين عم يوصلهم كمان بطريق الغلط، بس احنا عم نحاول قد ما فينا بالمجموعه اللي معنا كمان لاتحاد ابناء الشمال برئاسه الحاج ابو توفيق احمد توفيق عباد والشباب اللي معه تحت بلبنان عم بيقوموا بهالمهمه
بالتدقيق والتمحيص ليشوفوا مين المستحق وعم بيساعدوه، والمساعدات عم تنزل بشكل هائل. واحنا هلا بهالكام يوم ان شاء الله في كونتينر رح توصل رح يوزعوها الشباب، رح نعلم الشباب تحت كليتهم امتى فيهم ياخذوا امتى فيهم يسلموا المساعدات. بالنهايه احنا بنقلكم اهلا وسهلا باهل ملبون كليتهم، اهلا وسهلا باتحاد ابناء عكار، اهلا وسهلا باهل عكار، اهلا وسهلا ببيت حضاره، شرفتوا، بنرحب بالجميع طبعا. شكرا نبيها، شكرا. ولماذا الفكرة خطرت على بالكم ان يكون اتحاد ابناء الشمال وليس لمنطقة فرعية محددة؟ الحقيقة نحن لما فكرنا باتحاد أبناء الشمال لقينا جمعيات المناطق هي في تشرزم وفي خلافات كتير والحقيقة يعني لقيناهم انه في خلافات بين بعضهم بشكل رهيب. طلعت لنا الفكرة انه نحن كمان انه اهلنا هوليك بدهم مساعدات، ما بس المني رحلة مساعدات وعكور ما رحلة مساعدات او الضنية ما رحلة مساعدات. اتفقنا كلياتنا انه يكون الاتحاد ابناء الشمال يضم جميع المناطق وجميع الاديان وجميع المذاهب، ما في تفريق بين دين ودين وبين مذهب ومذهب. ونحن الحمد لله ناجحين بهالمستوى وعم يجينا منتسبين من جميع المناطق. وبنتمنى من الله انه بكره كمان بملبن نكون ايدنا بيدكم لحتى لي نكبر. يا حاج نحن لما رعينا بلبنان انا كنت صغيره ما كنا نعرف، لو بدي اقولها ممكن احطها يمكن ما احطها بس ما بعرف، لا نعرف سمنه لا نعرف شيء. نعم. لا نعرف علوي. نعم. لا نعرف درزي. ربوتي كانت شهود يهوه مسيحيين علويه كان بلى ما عندنا شيء كثير، بس اللي ساكنين ببيت ستي والابن طلع شيعه اصلا. anyway. لما جينا على البلد الغربه افتكرنا ان احنا هجرنا وانطلقنا وصار عندنا تفتح او انفتاحيه على العالم الاخر، لقينا الناس كانهم عايشين بقوقعه كانهم منهم متفهمين للشيء اللي عم يصير، كل واحد منتسب للذمه تبعته. ليش؟ لانه الحقيقه بتعرفي الاغتراب بعيد عن الوطن كتير والام الوطن بقلبه للمغترب. هلا هي ما اثرت كتير هالشغله هيدي بالمغترب قد ما اثرت بالانسان المقيم، لانه بتعرفي الحالات اللي حصلت بلبنان من هيني، والمشاكل اللي حصلت بلبنان من هيني، بس الحمد لله انه مرت وجيلي انا بعده انه جيلي اللبنانيه احسن من غيرها بكتير، ومتكاتفه ما بعدها كتير. يعني اي مناسبه بتشوفيها بتلاقي من جميع الاديان ومن جميع المذاهب موجود فيها، وهذا فخر لنا. وخصوصا هلا اتحاد ابناء الشمال عم يحاول يصلح اللي افسدوه غيره. واحنا وان شاء الله بالمستقبل هسه بشوفي مشاريع ضخمه. نشاطات ممكن تقوموا تقدموها غير لاهالي لبنان؟ الناس الموجودين هون من قصرية الشمال ممكن تقدموا لاولادنا لاهالي الشمال من نشاطات من ابداعات فرجوهم ابناء الشمال، شو ممكن يكون عندهم فكر وادب؟ نحن ابناء الشمال الحقيقه عندنا لجنه كشفيه وبتبلش هلا قريبا، وعندنا لجنه رياضيه، كمان اللجنه الرياضيه بيستفادوا اطفالنا كتير منها، هاللجان هيدي عم تبلش بدها تشتغل، وبس بتعرفي يعني نحن ما قلنا سنه على الـ يعني بدنا وقت نطفي صغيره لحتى هالمشاريع تتحقق، وان شاء الله يعني هتشوفوا شيء بيعجبكم كتير. وشكرا كتير اختنا بها. طيبة والناس المحبة للخير. شكرا كثير. شكرا كثير.
كنا التقينا مع رئيس اتحاد ابناء الشمال والفريق المميز جدا الذين يعملون من اجل بناء مجتمع سليم. للاسف الشديد بعد الحرب الاهليه تفككت الامور الكثيره واصبح الناس ينتمون الى بيئات مختلفه، ونحن مع اتحاد ابناء الشمال واتحاد ابناء عكار ان شاء الله ننتمي الى وطن واحد. الانتماء تبع الوطن هو اللي بدنا اياه فقط لا غير. كل واحد يعبد دينه، كل واحد ينتمي لدينه وحر ببيته، ولكن مع الاخرين نحن مواطنين، نحن ادميين، نحن لبنانيين. وشكرا. شو هالحلو.